أهلا بكم مشاهدي الميادين إلى هذه المسائية الاستثنائية نقدمها من منطقة خلد في لبنان، وفي ملفها الوحيد لهذه الليلة. التفاف السوريين حول أهالي السويداء والتفاف أهالي المحافظة حول دولتهم وتأكيد ارتباطهم بها يفشل محاولة أحياء مخطط التقسيم الطائفي. انطلاق داعش من مواقع قرب قاعدة تنف دليل جديد على علاقة التنظيم بالقوات الأمريكية ويظهر أهداف حمايته في البادية السورية. هجوم جملات على دمشق واتهامها بالضلوع في الهجوم على السويداء يستدرج ردودا قاسية من قادة ووجهاء الدروز في سوريا ولبنان. مساء الخير. طيلة الأزمة السورية لم تكن مظلة الحماية الأمريكية لتنظيم داعش خفية، فمع هزيمة التنظيم منعت واشنطن القضاء على فلوله، ولا سيما في البادية السورية ومناطق حدودية مع الأردن والعراق. الهجوم على السويداء يشكل دليلا قويا على تورط الأمريكي في عمليات تنظيم داعش واستخدامه عند الحاجة. مسلحو داعش انطلقوا في هجومهم على السويداء من مواقع قرب قاعدة التنف الأمريكية، هجوم شن في لحظة ميدانية حاسمة يوشك فيها الجيش السوري على إنهاء معركة الجنوب. هدفه خلط الأوراق وإثارة الفتن عبر استهداف شريحة محددة من المجتمع السوري، وهو ما ظهر جليا في مسارعة بعض الأطراف من خارج جبل العرب إلى اللعب على الوتر الطائفي والبدء بحملة تحريض ضد دمشق، حملة اصطدمت بردود حاسمة وقاسية من وجهاء الطائفة الدرزية وأبنائها الذين أكدوا وحدة الصف والتمسك بخيار الدولة السورية ورفض التقسيم. فأي دور لقاعدة التنف الأمريكية في مجزرة السويداء؟ وما هي علاقة المجزرة بحملة التحريض المنسقة ضد دمشق؟ هذا ما سنناقشه الليلة في هذه المسائية، إضافة إلى عناوين أخرى تتصل بالدروز في السويداء والدروز في سوريا بشكل عام، مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني ووزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأمير طلال أرسلان. بداية مساء الخير مير، وشكرا لاستقبالك لنا في منزلك كالعادة هنا في خلدي. وقبل أن نبدأ الأسئلة الهامة حول ما حدث في هذه الليلة السوداء، سنذهب لو سمحت إلى تقرير فقط يرصد كيف عادت الحياة إلى مدينة السويداء وأريافها بعد أيام على هذه المجزرة الدموية لداعش. الجيش السوري عزز نقاط انتشاره باتجاه البادية، فيما لم يدخر أبناء المحافظة جهدا في إظهار ولائهم للدولة السورية وانتمائهم لسوريا للرد على محاولات استغلال الهجوم للتحريض مجددا على دمشق. ديما نصيف. يوم جديد في السويداء. عودة الحياة إلى طبيعتها لم تستغرق وقتا طويلا، وأهالي المدينة يتفقدون ممتلكاتهم وما تبقى من جنى العمر وراح طعما لأحزمة داعش الناسفة. العشرات بدأوا بالعودة إلى قراهم في الريف الشمالي، القرى دفعت ثمن موقعها الجغرافي على حافة البادية وطريق إمداد داعش بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية. والجيش السوري الذي يوشك على إنهاء معركة الجنوب بدأ بنشر تعزيزاته العسكرية في أغلب النقاط المحيطة في المحافظة لمنع تكرار هجوم داعش. ومن دون هجوم داعش الدموي كان يمكن لنصر الجنوب أن يعبر بثبات، لكن إرادة أهل السويداء بتثبيت السلم يستند إلى وقائع داخلية ووطنية لا تتقاطع مع إرادات سياسية وأقليمية أرادت منه فرصة للتحريض مجددا على الدولة السورية. موقف دروز السويداء ليس جديدا، سبقهم إليه دروز جبل الشيخ وقبلهم الجولان المحتل بتفويت الفرصة على كل المشاريع الإقليمية والإسرائيلية لانتزاعهم من سوريتهم. صاروخا باتريوت إسرائيليان أسقطا طائرة سوخوي سورية،
كانت تقصف معاقل داعش في ريف درعا الغربي قبل أيام. التزامن بين مجزرة داعش وإسقاط السخوي ليس صدفة، فالغارات الإسرائيلية على مواقع الجيش السوري في ريف القنيطرة لم تتوقف طيلة أعوام. الإسرائيليون أرادوا مواصلة عملياتهم الجوية وفرض حظر طيران على سلاح الجو السوري من أجل إقامة محمية درزية في الجولان المحرر ووصلها بالجولان المحتل. والمشروع تم التمهيد له سياسيا أيضا. منظمة أماليا الصهيونية التي كانت تنسق مع الفصائل المسلحة في الجنوب السوري نشرت قبل أعوام خارطة لإنشاء منطقة آمنة تضم 17 بلدة وقرية ومدينة حول القنيطرة في مرحلة أولى، وتضم جزءا من درعا وريفها الغربي وصولا للسويداء في مرحلة ثانية. وحدات المقاومة الجولانية انتشرت منذ بداية الحرب حول القنيطرة وقرى سفح جبل الشيخ، وشكلت خط دفاع شعبي لمنع تمرير مشاريع المحميات الطائفية التي كانت تمهد للتقسيم. والسويداء اليوم تعيد رسم خط الدفاع عن الجنوب وحدوده السورية. ديما ناصيف، دمشق، الميادين. إذن هذا كان تقرير يعرض لواقع المنطقة وأيضا الظروف المحيطة بها، ولكن سنبدأ مير من البداية، يعني من النقطة التي بدأت هذه الحوادث منها. تعددت الروايات، ولكن هناك رواية يجب أن نسمعها منكم. كيف وصل داعش إلى هذه المناطق الدرزية؟ يعني أول شيء قبل ما بلش بالجواب على هذا السؤال، أريد أن أستغل هذه الإطلالة وهذه المناسبة لأتقدم من أخي سيادة الرئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد بأحر التعازي والتضامن والتماسك معه لحماية سوريا وأهل سوريا من كل المخططات الإرهابية، كما أتوجه إلى مشايخنا الكرام في جبل العرب وأهلينا بأحر التعازي على كل فرد سقط شهيدا في معركة ما في أعطيها طابع داعش وجبل العرب، داعش والجيش السوري، داعش وسوريا، بقدر ما هي مواجهة مفتوحة أمام إسرائيل وكل المخططات اللي كان مقصود منها وبعده مقصود منها ضرب وحدة الجغرافيا السورية، واللي الدروز في جبل العرب مثل كل أبناء سوريا وقفوا سد منيع في وجه كل المخططات، مش من اليوم، منذ بداية الأحداث ومنذ بداية المؤامرة اللي بدأت على سوريا بال 2011. وبدي أذكر أنه نحن من حوالي 6 سنوات طلعنا وعملنا اجتماع في جبل العرب وأصدرنا وثيقة مع مشايخ العقل وحطينا نقاط واضحة وصريحة عبرنا فيها عن التزام الدروز في جبل العرب وفي جبل الشيخ وفي كل المناطق السورية وفي الجولان طبعا، التمسك بوحدة سوريا، التمسك بالدولة السورية بالنظام، بل أكثر التمسك بشخص السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد لما يمثل من رمز وطني وقومي كبير على مستوى هذه الأمة، مش فقط على مستوى سوريا، لأنه معركة سوريا لا تعني سوريا بالتحديد بقدر ما تعني ضرب كل مقومات هذه الأمة وكل هذا الخط الوطني القومي الواضح والصريح المقاوم في وجه إسرائيل ومخططاتها. ما حصل حضرتك قلتي وبدي أكد عليه بمقدمتك حول هذا السؤال واضح وصريح. إذا منشوف منين انطلقوا داعش وين المواقع اللي انطلقوا منها داعش لتنفيذ هذه العملية الإجرامية الإرهابية البربرية على الدروز والسوريين في جبل العرب، هي واضحة معلمة واضح مين حرض له، مين هيأ له. الأمريكان مش بعيد عنا قطعيا، وكل ما يلوذ إلى هذا الخندق اللي رسم التآمر على سوريا من
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب هو وراء كل ما حدث. أمر عملية أمريكا يعني؟ طبعا يعني هذه منا مسألة لا محلية ولا قرار. تخطيط إسرائيلي؟ طبعا طبعا يعني. وإذا يعني أمر عملية إذا أمريكا تخطيط إسرائيلي؟ إذا بتشهدي كل اللي صار من حضر للقنايطرة، ما هي صارت قبل من حوالي السنة. نعم. إذا بتتذكري كيف بدأت وكيف صارت وكيف، وبدي ذكر كيف إسرائيل نزعت الشريط الشريط الحدودي بيننا وبين سوريا ببلدة حضر الدرزية في جبل الشيخ، وتركت جبهة النصرة أنه تفوت من ميلة الأراضي الفلسطينية المحتلة والسورية المحتلة للدخول إلى حضر، وتم وقتها تحرير حضر الحمد لله بمقاومة الجيش ومقاومة الأهالي بكل عنفوان وعزة وكرامة، ورفض المطلق المطلق والواضح والصريح رغم كل التشويشات والأكاذيب والأضاليل اللي طلعت. وأنا اجتمعت فيهم لمشايخ حضر، وأنا نسقت معهم لمشايخ حضر ولمشايخ جبل العرب. كل الأضاليل اللي تمت هذا كان قرار واضح وصريح الانتماء الوطني والقومي وصرخة عارمة. بل أكثر من ذلك بدي أذكر أنه طرح وقتها على أهل حضر أنه يجيهم مساعدات من الدروز في الجليل يعني بفلسطين المحتلة، وتم رفض قاطع لهذا الموضوع. هيدي هوية الدروز الحقيقية بدون مجاملات بدون تغطية على أحد. القرار الدرزي ما حدا لا في لبنان ولا في سوريا ولا في أي مكان قادر، إنه جربوا كتير وجربوا بكل الوسائل إقليميا ودوليا ماديا ومعنويا الدخول إلى تفكيك هذه الجبهة العربية الدرزية السورية، وفشلوا فيها كل هذه. ما كان الهدف من هذا الهجوم برأيك؟ ما كان الهدف من هذا الهجوم؟ طبعا الهدف قتل يعني عدد كبير من الضحايا، ولكن الهدف السياسي لذلك. الهدف السياسي رأيي الشخصي طبعا ما عندي كثير هذا، بس رأيي الشخصي انه داعش والإرهاب التكفيري عم يلفظ أنفاسه الأخيرة في سوريا. نعم. عم بيجربوا وعم يفشل. يعني مبين واضح الإرادة الشعبية السورية المواكبة لقرار الدولة السورية بهذا الموضوع هو اللي أفشل كل هذه المخططات وكل هذه كل هذا الإرهاب. ألا تعتقد أيضا أن ربما هذا الأمر مرتبط بالسعي الأمريكي إلى البقاء في سوريا؟ طبعاً. يعني الضغط على الروس على الجانب الروسي إلى أن تبقى أمريكا خصوصا في قاعدة تنف التي هي هامة بالنسبة للأمريكيين. ستنا خلينا نفوت بالموضوع بشكل كتير واضح وموضوعي. الأمريكان طبعا بكل المواقع اللي أخذوها في سوريا وبكل دعم للمنظمات الإرهابية في سوريا عبر كل هذه السنوات ما كان بودهم ترك أي موقع ولا خلق لهكذا إرهاب تكفيري إلا لتتميم غرض إسرائيلي واضح وصريح المعالم بتقسيم سوريا باللعب على الوتر الطائفي المذهبي العنصري. يعني ما خلوا طريقة وفشلوا. نعم. وبالتالي شفنا الانتصارات المتكررة في سوريا والمتتالية اللي بدأت في كل المناطق شوي شوي. جبل العرب طبعا نحن كنا متوقعين انه طبعا مش متوقعين توقيت بس متوقعين انه يصير في هجمة على جبل العرب نتيجة هذا المخطط. وبالتالي المواجهة اللي تمت والغدر اللي صار من قبل الإرهاب وانطلاق من المواقع اللي حضرتك حددتيها
معروفة المعالم، نعم، معروفة نوعية السلاح اللي استخدمت، منين انجابت وكيف انجابت وشو القرار اللي اتخذ في هذا الموضوع. طيب مير، تواصلت مع القيادة السورية بعد الحادثة؟ أنا على تواصل دائم مع القيادة السورية، مع الرئيس بشار الأسد يعني؟ دائما. ماذا كان هناك يعني، ماذا دار بينكم؟ ما في شك أنه الرئيس الأسد انتصر نتيجة إصراره وعزمه وحكمته وموقفه الثابت القوي المتماسك بحزم كامل وبدبلوماسية كاملة. طبعا الرئيس الأسد واضح الهدف، واضح الرؤية، لا يفرط، طلبت منه لا يفرط قطعيا بحب التراب من التراب السوري. نعم. واضح بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، على وحدة الدولة السورية، على رعاية الدولة لكل أبناء سوريا، وهيدا الهدف الأساسي اللي خاض فيه معارك السورية ضد الإرهاب واللي نجح فيها واللي قدر أنه يخلص سوريا من المؤامرة اللي كانت وما زالت مخططة على. هل يريد تطويع جبل العرب بالقوة وأخذ 40,000 شاب درزي إلى أتون إدلب كما يقول أنا أبي السابق وليد جملاط؟ ستنا دخيلك، أول شيء وليد جملاط متآمر، وليد جملاط اللي حصل في جبل العرب. ماذا يعني متآمر؟ متآمر مع لحقلك مع داعش يعني؟ مع مين؟ مع الشياطين يعني، مع مين ما كان. أنا بدي أقول لك كلمتين وما بدي استند لتحليل ولكلام سياسي أنا عم قوله، بدي استند للكلام اللي هو قاله. اللي بيطلع من سنتين بحلل دم الدروز في جبل العرب هو مسؤول عن كل قطرة دم سقطت في جبل العرب. دم الدروز لهن مع النظام يعني، مع الرئيس الأسد. يا ستنا دخيلك، لما تقولي محلل دم الدروز مع الرئيس الأسد يعني عم تحكي ب90% من الدروز. لا مش مزحة هالقصة يعني. لا. وليد جملاط يدعم 10% فقط؟ إذا في 10%، أنا ماني شايفهم في 10% يعني جرب يلعب وجرب بعت ناس على الأردن وبعت ناس على تركيا وجرب يبعت من هون رسائل وهذا، وما نجحت معه. ما نجحت معه وفشل فشل ذريع. فهلق اللي عم بيحاول يغطيه وباتهامه المسبق والواضح والصريح للنظام، هذه من الألعاب والأضليل اللي بعده ماشي فيها منذ سنوات لحد اليوم، تنفيذا لأجندة متآمرة على سوريا. ومجرد أجندة من؟ ما عم قل لك أمريكية يعني؟ كلها إسرائيلية؟ كلها طبعا طبعا طبعا. ليه بدنا هذا اتهام؟ مش اتهام خطير. يا ستنا ليش بتقولي اتهام؟ مش أنا اللي متهم. أنا مقتنع، مش أنا متهم اتهام. لما بيوقف هو بيقول دم الدروز حلال أو مهدور، وهذا الأستاذ مارسيل غانم موجود. هذا المقطع الفيديو تم تناقله كثيرا لمقابلة قديمة مع وليد جملاط في برنامج كلام الناس. شو معناته؟ هاي قلة المسؤولية وقلة الحس الإنساني مع الدروز. شو بدك فيهم للدروز بسوريا؟ شو إلك فيهم للدروز يعني؟ هذا الكلام أهدر دم الدروز اليوم من قبل داعش. طبعا استغل. كيف نحن بدل أليس من لا تحمله أكثر مما يحمل؟ لا ما عم حمله أكثر. كلامه لهذه الدرجة ربما يحظى بتأثير في أبداً سوريا أبدا. وأكبر دليل على ذلك بدي ذكرك لما حاول، وليه معلش أنا ما بقى بدي ما عادش رح أسكت على الموضوع. ما يعني هذا مع احترامي لكل الناس، لما صارت مجزرة إدلب وانقتل بال 2015 40 45
درزي نعم عزل من السلاح. معلش خلينا نتذكر كتير منيح انه راح على تركيا وزار تركيا وطلب رسميا تهجير دروز إدلب إلى تركيا. هو قل طلب حمايتهم مش تهجير. ستنا لما بتطلبي أنت الدرزي ما بيترك أرضه، مع احترامي هيدي شغلة معروفة تاريخيا. لا 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 مش هيك القصة، إنه هيدا أبدا. وأكبر دليل على ذلك إنه الدروز رفضوا. بس تركيا لم تحمي الدروز في إدلب. هلا هيدا موضوع آخر، بس تركيا لم تحمي الدروز في إدلب. بشو حمت الدروز في إدلب؟ سميلي بعد المجزرة ألم تحميهم؟ يعني لم نسمع أنهم تعرضوا لشيء بعد ما حدث حينها. لقلق الوضع هناك ماشي الحال، بس أنه أنا كمسؤول درزي طالب بتهجير الدروز من منطقة ونقلهم إلى دولة أخرى. طب مير، سنتحدث كثيرا عن كثير من المواقف للنائب السابق وليد جملة، ولكن أريد ردك على هذه المسألة تحديدا، مسألة التجنيد الإجباري. يعني يتم تنقلها كثيرا على مواقع التواصل أن الدولة السورية تريد أن تجند دروز من جبل العرب وهم يرفضون، ولذلك دفعوا الثمن بأن قتلوا على يد داعش. ماذا في قصة التجنيد الإجباري؟ صحيح أن هناك عمليات تجنيد إجباري للدروز في سويدا؟ تجنيد إجباري للدروز في دولة، في نظام، في قانون لكل الشعب السوري، ما فيش للدروز ولا العلوية. يعني ليس الدروز مستهدفين بشكل خاص؟ أعوذ بالله، ولا لا من قريب ولا من بعيد. التواصل الاجتماعي رح يخرب، خرب بلادنا ولح يخرب البلاد أكثر. الخراب الاجتماعي يعني. الخراب الاجتماعي، لأنه كله بيطلع لك واحد بيعمل 200 فيك أكاونت وبيبلش يزت خبريات كلها كذب وكلها نفاق وكلها مش مستندع شيء، فقط للتحريض الطائفي والمذهبي والعنصري خدمة لإسرائيل. أنا ما بقى فيي حط حدا في هذا الإطار على قاعدة البراءة، لا ما حدا بريء. لا، البريء اللي بيغلط غلطة وبيرجع بكفر عنا، بس اللي بيستمر فيها ما تركاش دائم على مدى سنوات، يعني متورط لفوق دينه في التآمر على وحدة سوريا وعلى الدروز أولا في سوريا وفي لبنان وفي كل المناطق، لا هي بطلت لا هفوة ولا غلطة ولا زلت لسان، لا صارت تآمر بكل معنى الكلمة، وهذا أمر مرفوض. واللي حصل امبارح، معلش بدي هلق طالما عم تسألي، اللي صار بعباي امبارح حفلة غش. نتحدث بعد قليل عن عباي لو سمحت. سنذهب إلى فاصل قصير، أو قبل الفاصل لأن تحدثنا عن القاعدة الأمريكية في التنف، لننتهي من هذا الموضوع، خصوصا أن هناك وثائق عن هذه القاعدة، عن إنشائها، عن هي أنشئت بداية لأنها كانت الذريعة خوض عمليات ضد داعش، لكنها فيما بعد سرعان ما تحولت إلى غطاء للتنظيم في البادية السورية، منها انطلق لتنفيذ هجمات عديدة آخرها هجوم السويداء. سارة الحف، أهلا بكم. ليس صدفة اختيار واشنطن نقطة التنف كقاعدة عسكرية أمريكية، وليس غريبا أن تشبه روسيا منطقة التنف بالثقب الأسود لما تلقاه المسلحون هناك، ولاسيما تنظيم داعش من حماية ودعم أمريكيين ساهما في الهجمات التي شنوها على غير منطقة سورية وأخرها هجوم السويداء. فالمثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن له أهمية استراتيجية لكونه يشكل عقدة مواصلات إقليمية تربط لبنان وفلسطين وسوريا والأردن والعراق بالجزيرة العربية، كما تصلها بإيران. ومن هنا من الخاصرة الجنوبية الشرقية لدمشق سعت واشنطن إلى توجيه ضربات موجعة لسوريا والعراق بهدف تطبيق مخطط السيطرة على كامل الحدود لفصل البلدين.
لعبت القاعدة الأمريكية دورا أساسيا في حماية الجماعات المسلحة حتى بعد أن فرضت ما سمته منطقة آمنة، ولم تمنع واشنطن دخول عناصر تنظيم داعش إلى التنف، فباتت غطاء آمنا لداعش في الباديات السورية حتى عاد دورها إلى الواجهة بعد أن خرج منها التنظيم لتنفيذ جريمته في السويداء وشن الهجوم الوحشي بأكثر من 100 غماسي. هجوم يعكس على ما يبدو عدم تقبل دول غرفة عمليات موك الانتصار الذي حققه الجيش السوري في الجنوب واستعادته كل المواقع التي يحتلها الإرهابيون في الجولان المحرر ودرعا، مع العلم أن هذه القاعدة كانت ذريعة إنشائها خوض عمليات ضد داعش، لكنها لم تسجل أي عملية أمريكية ضد التنظيم انطلاقا منها، بل على العكس تمسكت بدعم الجماعات المسلحة لاستخدامها كورقة أخيرة في التفاوض بعد كل الخسائر في الميدان. أنا عبيك. إذن هذا كان بالنسبة لقاعدة تنف. سنبقى قليلا في سوريا فيما يحدث هناك. مير طلال إرسلان لو سمحت، هناك من يقول بل بدأت أصوات تطالب بحكم ذاتي في السويداء. بعض المعارضين السوريين يقولون الدولة السورية لا تستطيع أن تحمي أهالي السويداء، نحن نريد حكما ذاتيا. ما ردكم على هذه الدعوة؟ مين الأصوات؟ معارضين سوريين. من أني؟ العديد من المعارضين كتبوا على مواقع التواصل. نرجع على مواقع مواقع التواصل هلق بظهر من عندك، منهم بعمل لك 200 فيك اكاونت وبحط لك اللي بدك. الحكي دخيلي. السويداء ليست بحاجه الى حكم ذاتي، تستطيع ان تحمي نفسها. ولا مش تحمي نفسها ولا. القرار الدرزي التوحيدي واضح وصريح في جبل العرب وفي الجولان وفي جبل الشيخ، الانتماء الوطني والقومي للدولة السورية مهما حاولوا جربوا كتير كل الناس. ما في نقمة يعني على الدولة السورية الآن في جبل العرب؟ يا ستنا خلينا نحط الأمور ب. أنا أسألك الأسئلة التي يسألها الناس. خلينا نحطها بإطارها. هلق يمكن في ناس متذمرة من موضوع المازوت، في ناس متذمرة من موضوع مسائل حياتية. يعني مثلا هيدي ممكن بتصير وين ما كان، وين ما كان وطبيعية. بس إنه في حدا بجبل العرب أخذ قرار سياسي غير واضح المعالم بالانتماء الوطني والقومي، هذا شو بدك فيه؟ هذه مسلمات لا مجال البحث فيها ولا مجال الرهان عليها لا من قريب ولا من بعيد. وأكبر دليل أنا يا ستنا بقول لهم، خلينا نترك جبل العرب شوي عجلة، اللي بده يقرأ الموقف الدرزي الوطني والقومي الصحيح البوصلي يطلع بالجولان. نعم. الجولان كم سنة له ضم، أعلنت إسرائيل انضمامه لإسرائيل. اليوم كان في مظاهرة دعم للأهالي في السويداء ورفع العلم السوري. نعم. قل لي كم سنة ستنا؟ نعم. سنة 81. يعني عم تحكي كل هذه السنوات لم تغير من واقع. أعوذ بالله ولا أهالي الجولان. أعوذ بالله. وعلى الملأ وبشكل واضح وبدون مواربة ولا بدون أي شيء واضح، هيدا المسألة، هاي الهوية الوطنية والقومية اللي للدروز اللي حافظوا عليها ألف سنة، مش مسألة آنية. يا ستنا اللي حافظ الدروز عبر التاريخ مش انعزال ولا قوقعة ولا تسكير على حالهم، اللي حفظ الدروز عبر التاريخ انتماء الوطني والقومي. نعم. هذه هاي اللي حفظت الدروز. هاي اللي حفظ الدروز من ألف سنة. نعم. مش من يوم واثنين وثلاثة. وكل مين عم بجرب يقوقع الدروز بكل صراحة لحقولها هو متآمر لذبح الدروز. الدروز أقلية في الشرق، ما فيهم يعيشوا بإطار اللي إسرائيل عبر سنوات وعبر مخططات طويلة وقديمة إنه يسكروا على حالهم وتحولهم إلى حرس حدود، ما زبطت معهم.
وكل درز تعاون مع إسرائيل لتحقيق هذا الهدف بشكل أو بآخر فشل. الدروز وكل أقلية ما ممكن تنحفظ ولا ممكن تنضمن إلا بسياسة الانفتاح بإطار الوطني والقومي اللي بيحميها بعزتها وبكرامتها وبوجودها. انطلاقا من هذه القناعة تمسكنا جميعا بالخط الوطني والقومي. نحن ليه نحن ما قادرين انه نكون مثل ما بيقولوا يعني فتات لخدمة إسرائيل. الدروز علة وجود في هذه المنطقة عبر ألف سنة هي خطهم الوطني والقومي. لأنك تتحدث عن إسرائيل، أريد أن أسألك، حسب المعلومات المتوفرة لديكم، كان هناك بالسابق يعني قبل أن تمسك الدولة السورية بشكل كبير الأمن في السويداء، كان هناك مهربين، كان هناك ناس تدعم داعش بالمال بالسلاح بكل ما هنالك انطلاقا من السويداء. هل ما زالت هذه الظاهرة كبيرة؟ يعني هل ما زال هناك فئة تقوم بهذه المهمة؟ ستنا هلق بكل مجتمع يمكن بتلقي لك كم واحد، هذه مش يعني ما فينا نقيم السياسة على هيك ناس أو على هيك. عندك ناس يمكن تشتغل بالتجارة يعني ما نفوت بالزريب، خلينا بالإطار الصحيح. طب ماذا بالنسبة لمشايخ الكرامة مير؟ يعني النائب وليد جنبلاط يعول كثيرا عليهم، يدافع عن حقوقهم، يقول بأنهم يتعرضون، يعني يخشى من أن يتعرضوا لغدر النظام كما هو يقول أيضا. هل تشاطره هذا التخوف؟ انتقام النظام يريد أن ينتقم، أن يغدر بمشايخ الكرامة؟ يا ستنا أول شيء مشايخ الكرامة إذا عندهم بعض الملاحظات أو بعض المطالب أو ما بعرف شو، ليش يا وليد جملات عم تحطهم بإسرائيل؟ مين عم بيقول إنه مشايخ الكرامة ولاء مش للدولة السورية؟ مين عم بيقول إنه مشايخ الكرامة، ليش عم بتحولهم وتشوهلهم صورتهم ليصبحوا مشايخ الكرامة وأكنه هن متواطئين بخطة إسرائيلية لضرب وحدة سوريا والأراضي السورية؟ مين قال؟ بس هن مع الثورة. أنا مشايخ السورية. أنا مشايخ الكرامة. الكرامة مع الثورة السورية. يا ستنا. أليس كذلك مير؟ أي ثورة؟ الثورة السورية. ما كان يعرف بالثورة مين السورية. لك مين منين هالكلام؟ مين قال هالكلام؟ هذا كلام النائب وليد جنبلاط، أليس كذلك؟ هذا كلامه مثل كلام هودي الفيك أكاونتس تبع الفيسبوك. كلامه فيك يعني؟ ما حقيقة مشايخ، ما حقيقة الموقف طلب مشايخ الكرامة، مشايخ الكرامة من الدولة السورية؟ مشايخ الكرامة موجودين بجبل العرب، نعم، وجزء لا يتجزأ من الدولة السورية. عندهم بعض الأمور الداخلية اللي ممكن تنحل، هذه مسألة داخلية. بس مشايخ الكرامة أبدا أمور داخلية مع النظام، يعني مع مين مكان يعني مع المحافظ مع الهدى مش أزمة، هاي أمور داخلية. بس مشايخ الكرامة لا تركوا الجبل، لو كانوا ضد النظام بفلوا من الجبل بالفترات السابقة، لا تركوا الجبل ولا أمن معرض، وأنا على تواصل مع قسم منهم وبيتواصلوا معي. يعني لا تخشى عليهم من غدر النظام مين وانتقامه؟ يا ستنا النظام دولة، النظام مش عصابي. كيف الحكي يعني إنه مين، ليش في إصرار لتصوير هون ناس؟ ممكن أنا يكون عندي ملاحظات عليهم بس أنا ما بحطهم أبدا بخانة الاتهام بالحجم اللي عم بحطهم فيه وليد جملات، أكنه هون الجماعة متآمرين على سوريا وعلى الدروز. أبدا مش صحيح الكلام، لا من قريب ولا من بعيد، وليس مقبول الكلام. ممكن أنا بختلف معهم برأيي، بيختلفوا معي برأيي، بس مش رايحين الجماعة لمطرح مثل لا فيك تعتبريهم جيش حر، ولا فيك تعتبريهم غربيين،
ولا إسرائيلية، لا أبدا أبدا. لا، في تشويه، في تشويه منظم ومقصود لصورة مش صحيحة أبدا عن واقع جبل العرب. نحن وبعد الفاصل سندخل أكثر في التفاصيل على الجبهة اللبنانية، يعني المعركة في سوريا، ولكن الجبهة اللبنانية بالمواقف مشتعلة بين بالمواقف وأيضا يعني بكل الأراء المحيطة بما يحصل في السويداء وفي سوريا من حال الدروز بشكل خاص. فاصل قصير مشاهدينا وندخل أكثر في التفاصيل ما حصل في لبنان أيضا ورأي طبعا الأمير طلال أرسلان في ذلك. مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم من جديد الى هذه المسائيه الاستثنائيه من دارة الوزير طلال ارسلان وطبعا رئيس الحزب الديمقراطي. قبل ان نتابع في الحوار لابد ان نتوقف ونضيء على ما يحدث في لبنان، خصوصا مع الهجوم الارهابي على السويداء. هناك اصوات علت في لبنان واعادت الى الواجهه مشاريع انتهت صلاحيتها، فاين تكمن الاجندات الغربيه في دماء السويداء؟ غراسيا بيطار. إنها سويداء القلب كما يسميها أهلها، وعندما أدمعت عينا القلب دما تكشفت المشاريع والرسائل. مشروع تقسيم سوريا لم يمت بعد، ما أن وقعت السويداء ضحية العمل الإرهابي الذي قفز من خارج السياق السوري العام حتى انتعش المشروع القديم الجديد الداعي إلى إقامة دويلة درزية. مشروع يتغذى باستحضار كل التوترات الطائفية والمذهبية، كما هو حاصل تماما في تلقف الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط مصاب السويداء. وإلا ما هو المقصود من العودة إلى تأليب الرأي العام الدرزي السوري ضد الدولة السورية؟ وما هو المطلوب أصلا من إقحام دروز لبنان في المشهد برمته إلا التشويش ربما على عملية العودة الطوعية للنازحين السوريين والمتواصلة على نحو سليم منذ أيام؟ تلقف بعض الزعامات الدرزية اللبنانية مشهد السويداء الدامي سجل مفارقة تاريخية بتغييبه إسرائيل عن الصورة بالكامل، فهل يمكن إخفال التزامن بين الهجمات الإسرائيلية وآخرها إسقاط طائرة السوخوي السورية والهجمات الداعشية التي قدمت أبشع صورها في السويداء؟ وماذا عن فشل التفاهم الروسي الإسرائيلي على ساحة الجنوب السوري والذي تظهر أيضا عشية تزامن الهجمات بين داعش وإسرائيل؟ لا يمكن الفصل بين اتهام جنبلاط الدولة السورية بالهجوم الدامي عن كل هذا السياق السياسي والأمني لمجزرة السويداء، هذه المجزرة التي نفذها داعش منطلقا من منطقة خاضعة للسيطرة الأمريكية الكاملة، فضلا عن مشهد فرار الخوذ البيضاء الذي لا يمكن استبعاده أيضا عن سياق المجزرة العام. فساعة الميدان تسير على الإقاع السوري، وهذا يقض مضجع إسرائيل العاجزة عن خوض حرب فتجد في المجازر ملاذها، مجازر بالدم في سوريا وبالكلام في لبنان، خدمة لمشاريع لم تعد تملك إلا خلايا نائمة لابد أن يصبح في النهاية نوما أبديا. أمير طلال أرسلان، لم تشاركوا في اللقاء التضامني مع السويداء في عبي، وما رأيكم؟ لستم راضين عن هذا اللقاء؟ لا، أول شيء عمالك شوي مش راضين عن هذا اللقاء. أول شيء هذا اللقاء حصل فيه غش. هذا اللقاء مشايخ الدين الكرام والمرجعيات الروحية اللي تواصلت معهم معظمهم امبارح انغشوا بموضوع عباي. مين غشهم يعني؟ رح قل لك. أول شيء الدعوة لعباي هي فقط دعوة، وأنا رح سمي. أنا بيتواصل معي نهار الخميس الشيخ الجليل الشيخ أمين العريضي. نعم. اللي كان هو من الداعين لاجتماع عباي، وقال لي كلام واضح وصريح إنه نحن رح نعمل اجتماع بباي فقط لقيام صلاة الغائب.
سألت هل في خطابات سياسية؟ قال لي أبدا، ومتفقين كلنا أنه هيدي وقفة تضامنية مع جبل العرب فقط لمواساة أهل الشهداء والمشايخ، وأنه نحن داعمين لهم. قلت له انتبه يا شيخ، ما يكون في شي لعبة وغدر، لأنه انتبه مسألة. أنا قال لي أنت ليه ما بتطلع إذا فيك تطلع مع سياسيين؟ قلت له لا، أنا ما فيي أطلع وأتواجد مع وليد بيك اللي قال مبارح، كان قبل بيوم، ومحمل النظام هاي المسؤولية. هذا تعرف حضرتك يا شيخ، هذا تضليل للرأي العام، وهذا كلام مش صحيح. نعم. قال لي عم أهلك يا أمير، أنا مقتنع تمام الاقتناع أنه الدروز في سوريا لا يجوز إلا أن يكونوا في ظل الدولة وبرعاية الرئيس الأسد. كلام هذا الشيخ الذي دعا إلى اللقاء. نعم، قال نعم لك نعم ذلك. نعم، الشيخ العريضي عم سميلي. نعم. نعم، صار الاجتماع مبارح، اللي الإعلام طبعا، لأنه في قسم من الإعلام بغطي الهيدا، تمت صلاة الغائب. وإذ فجأة بعد صلاة الغائب، بعد ما تمت الصلاة، بيوصل وليد بيك فجأة إلى الاجتماع بعبيك، وبيلقي كلمة، وبيرجعوا بيصلوا مرة تانية. هاي فضيحة، هاي ما صارت، هاي ما صارت بعد، لا بتاريخ الدروز ولا بعوية الدروز. ماشي، من ضغط على وصلك؟ وصلك ستنا، خليني كفي. يرضى عليك. عفوا، لأنه بدي بهمني كتير تتوضح الأمور. بس خلص اجتماع باي، تواصلت مع معظم المرجعيات الدينية اللي كانت حاضرة في عباي، كلهم قالوا لي مير نحن ما كنا هيك الاتفاق، ونحن لا معنا علم ولم نقبل لا من قريب ولا من بعيد هذا الكلام. وصدر بيان عن الهيئة الروحية للطائفة الدرزية رد على هذا الموضوع بعد الاجتماع بثلاث ساعات. نعم. لأنه أنا ستنا بدي يكون واضح، خلينا نحدد مين المرجعيات الدينية في لبنان، لأنه هاي كمان كذبة كبيرة عم بتم التجارة فيها. يعني الشيخ أمين الصايغ من أكبر مشايخ الدروز، يعي تماما، وأنا حاكي معه مش عم بحكي شي بالهواء. الشيخ أمين العريضي، الشيخ بوسليمان حسيب الصايغ أكبر مرجعية دينية اليوم بالدروز، الشيخ أنور الصايغ، الشيخ بمصطفى حسين الصايغ، الشيخ العنديري، الشيخ عادل النمر، الشيخ غالب قيس، الشيخ سمحت الشيخ فيصل نصر الدين الغريب، مشايخ علي اللي طلعوا من أسبوعين أو من 10 أيام عملوا زيارة إلى مقام بسوريا، واللي أنا تواصلت وطلب مني من هؤلاء المشايخ الكرام الأجويد الأتقياء الأنقياء الصافين النية وصافين العقل وصافين الوضوح بالهذا، تواصلوا معي، لأمنت لهم الحدود وقطعوا بكل عز وكرامة، وتواصلت مع القيادة السورية وأمنت لهم طلعتهم. نعم. بطلب منهم. طيب هودي كلهم، كل اللي هول عم سمي لك، بغض النظر يمكن يكونوا البعض مش كلهم راضين على طلال الأرسلان ببعض الأمور، مش يعني عم قول بالسياسي معي أو مش معي، بس في المسألة السورية أنا مسؤول عن كلامي. بس ما سمي، لحظة لحظة، أنا مسؤول عن كلامي. 90% من القيادة الروحية الدرزية في لبنان، من خلوات البياضة لرشية للشوف لعلي للمتن الأعلى، واضحة وصريحة أنه ولا يجوز لا من قريب ولا من بعيد إلا التزام طائفة الموحدين الدروز بالقيادة السورية تحت رعاية الرئيس الدكتور بشار الأسد،
وكل كلام آخر هو كذب وتضليل واستغلال رخيص للعمائم وللهيئة الروحية، هن بعيدين كل البعد. هيدا اتهام لشيخ عقل الموحدين دروز. من هو شيخ عقل الموحدين دروز؟ ما بتعرفه كثير منيح. لا ما بعرفه. لا كيف ما بتعرفه؟ لا ما بعرفه، انا بعرف شيخ عقل طائفة الموحدين دروز الشيخ نصر الدين الغريب. الشيخ نعيم حسن. الشيخ نعيم حسن. لست راض عن كل ما يعني هو اصدر بيان، ما رأيك ببيانه؟ لا ما بيسوى بيانه. ابدا. لماذا؟ ما هي ملاحظتك؟ لأنه هو ايضا متواطئ. ابدا متواطئ مع داعش. يا ستنا متواطئ مع مين؟ يا ستنا خلينا نحكي بصراحه. انا لما اسمي لك مرجعيات دينيه دخيلك ما تنزليني. لا هذا انا عم بحكي نحن بالدروز اللي شيخ العقل منه رئيس روحي. انتبهي يعني هون كثير مهمه كمان تعرف الحقيقه. في مرجعيات بالدروز اهم بكثير منه. نعم. نحن عندنا المقياس بالطائفة الدرزية مش مقياس المنصب، إنما مقياس التقوى والدين والزهد والصدق والأمانة والأخلاق والتعاطي بترفع. ما عندنا نحن زوربة بالسياسي بمشايخ وأهل الدين. لا ستنا هيدي أمور بدها توضح. أنا لما سميت لك كل المرجعيات الدينية الدرزية الكبرى اللي أنا على تواصل معهم وعم يجوا لعندي وعم بطلع لعندهم وعم بحكي معهم وعم يدعوا لي دائما بالتوفيق بكل المهام اللي عم قوم فيها بتثبيت التنسيق مع السيد الرئيس دكتور بشار الأسد في كل ما خص الطائفة الدرزية. وبالتالي من المعيب أنه يتم استغلال حضورهم لأنه هؤلاء جماعة بيحترموا حالهم. طيب مير، هل هناك من يريد إقحام دروز لبنان في معركة قتال جديدة في سوريا؟ ما حدا في يقحم دروز. أول شيء دروز لبنان مثل ما قلت لك أنا عم سمي لك، ما عم أنا مش عم قل لك عامة، سميت بالأسماء وأنا مسؤول عن هذا الكلام. لا مش على ما لح نقبل الفاجر يأكل باه للتاجر. ما لح نقبل، ما لح نقبل التضليل والكذب والنفاق أبدا. ما لح نقبل تشويه صورة الواقع الدرزي في مقص سوريا. أنت يا وليد جملاط حر تختلف مع طلال أرسلان، حر تنافسه بالسياسة لطلال أرسلان وتحرمه باللي بيطلع بإيدك فيه تحرمه إياه، بس هاي لا تعني أنك حر تحلل دم الدروز بمنطقة أنت ما إلك فيها، ولا أنت عايش معهم، ولا أنت بتعرف همومهم، ولا أنت بتعرف، ولا رشيت عليهم نقطة مي بكل هالسنوات الماضية. جايين هلق عم بتم التجارة بالنساء والأولاد والشيوخ البريئين اللي عم يتعرضوا لأبشع أنواع الجرائم والغدر من إرهاب. كل العالم صنفوا إرهاب، لتجي أنت تضيع له البوصلة وتراهن على مشاريع واهية، على مشاريع تآمر على الأمة وعلى سوريا وعلى لبنان وعلى الدروز. مير، أنا بدي أكون كتير واضح، كل من بالدروز بيخطر عباله للحظة لو بحلمه أنه يتحول الدروز إلى حرس حدود لإسرائيل، كل ما نحن طيبين هاي ما بتصير. هاي ما بتصير. لو كلفتنا شو ما كلفتنا. نحن عشنا في هذه الأمة بتاريخ شريف، بانتماء وطني شريف، بعزة نفس، بكبرياء. نحن الدروز دفعنا دم لنبقى في أرضنا لنحافظ على هويتنا الوطنية والقومية، مش لنصبح خدم لتنفيذ مشاريع مشبوهة تريد تعريضنا لتحلل دمنا بالإطار الإسلامي والإطار العربي الصحيح. متخوف المقاوم من الدور الإسرائيل. الروسي؟ متخوف من الدور الروسي؟ نعم على الدروز لا في سوريا؟ أبدا. أول شيء الموقف الروسي واضح وصريح،
ما حدا كمان يجرب كمان هيدي محاولة غش. الموقف الروسي، أنا زرت موسكو 3 مرات بزيارة رسمية. ترجيك زرت روسيا موسكو 3 مرات بزيارة رسمية، وحكينا بموضوع سوريا وفتنا بالعمق بكل. الموقف الروسي واضح، الموقف الروسي داعم للدولة السورية بشخص السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، ولا مجال للاجتهاد وللتضليل لا من قريب ولا من بعيد. متخوف على دروس إدلب من أي معركة مقبلة؟ لا. لماذا؟ من سيحميهم؟ واصلين. تحدثت مع الرئيس الأسد بذلك؟ لا وقت. واصلين. مش متخوف عليهم من أي معركة مقبلة؟ لا. طيب. مير، لنختم لأن تبقى لدي ربما دقيقة واحدة، كلمة أخيرة، ماذا تقول للدروس في السويداء، للدروس في سوريا بشكل عام؟ لحق لهم أنتوا جزء لا يتجزأ من دم سلطان باشا الأطرش. أنتوا أجدادكم وأبائكم، أنتوا ما سكنتوا جبل العرب فجأة، أنتوا سكنتوا جبل العرب وسكنتوا هذه المنطقة عبر التاريخ للدفاع عن هويتها وكرامتها وعزتها وشرفها، ولتعيشوا بحرية وبأمان. ارتضيتوا تعيشوا بين الصخور بأرض قاحلة، بس تحافظوا على كرامتكم وعلى عزتكم. وأنا تحدثت عن وأنا من هون من شاطئ خلدي، اللي نحن جينا كلنا كطائفة لحماية الثغور، وهلق مهمتنا حماية وضعنا الوطني والقومي المقاوم في وجه إسرائيل، للحفاظ على هويتنا وعروبتنا ووطننا وقوميتنا في هذه المنطقة. ونحن معكم في السراء والضراء، في كل ما كرامتكم من كرامتنا، شرفكم من شرفنا. مير، ما رأيك أن نختم مع هذه اللوحة، تحمل رمزية كبيرة بالنسبة إليك، بالنسبة للوثيقة التي تحدثت عنها أنكم وقعتم عليها. هيدي هدوني إياها لما طلعت، عملنا وثيقة السويدة. هيدي بترمز إلى بيارق وسيوف بنو معروف في جبل العرب، كل ضيعة إلى بيرقة، وهذا يدل على وحدة الحال بين لبنان وسوريا طبعًا. بين دروز لبنان وسوريا طبعًا. مير طلال أرسلان، شكرا جزيلا لك، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في حكومة قريبا يعني، ما فينا ما نسألك هذا السؤال. قادي بقلب سبع ولا تقادي بقلب بني آدم؟ يعني بعيد القصة. شكرا جزيلا لك. لا أدري إذا كان لدينا وقت لنعيد تذكير بعناوين النشرة أم لا، ربما قد يفيدنا الزملاء. نذهب إلى العناوين. التفاف السوريين حول أهالي السويداء والتفاف أهالي المحافظة حول دولتهم وتأكيد ارتباطهم بها يفشل محاولة أحياء مخطط التقسيم الطائفي. انطلاق داعش من مواقع قرب قاعدة التنف دليل جديد على علاقة التنظيم بالقوات الأمريكية، ويظهر أهداف حمايته في البادية السورية. هجوم جنبلاط على دمشق واتهامها بالضلوع في الهجوم على السويداء يستدرج ردودا قاسية من قادة ووجهاء الدروز في سوريا ولبنان. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للميادين باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.